نكمل بالباص سيليكشن مع شيفت. هو مثالي ممكن احنا نقف لحد هنا، وهنا ما تعمل لنا مشكلة شوية. يعني عملنا كده وعملنا بيفل، هي حلوة هنا صح، بس هنا لا. هو مش عارف، لو رحنا هنا وعملنا اللوب ده وكنترول وهنشيل ده كده اللوب بتاعنا، احنا بس عايزين نتصرف في المثلث ده. مش عارف هيعمل لنا مشكلة ولا لا لو احنا جينا عملنا اكسترود. ولو رحنا اوبس كنترول زد، مش عارف ليه بتعلق معايا. و هو جه عند دي ورخم بصراحة. طب نشوف لها حل، تيجي نشيل الفيس ده تمام. واحنا كل الحكاية عايزين نخلي، شفتوا شايفين ال اتش دي جاية عاملة ازاي، جاية من هنا لهنا لهنا. طب انا عايز اكمل لهنا، لو رحنا للرينج سيليكشن وعملنا سيليكت كده، مش انا كده عملت سيليكت على كل دول، اضغط ام ام حطلي الكات. حلو، بصوا بقى هنعمل رايت كليك وناخد البريدج، هنلحم جيب دي ونمسك دي بدي، خلي بالك لا تشبك منك ورا بدي، تمام كده. نضحك بقى عليه، نقوم رايحين واخدين دي شيفت مع دي ورايت كليك دي سولف، اوعى تدلل دي سولف، بتشيل الايدج وتسيب النقطه بس بقت بالشكل ده. يعني هو محتاج ان هو يتظبط شويه في التوبولوجي بتاعه، لكن افتكر انه هيبقى كويس. لو رحنا للبوينت دي وعملنا لها سلايد، يعني افتكر ان هي المفروض ماشيين بيها واحدة واحدة كده. ايوه افتكر ان هي يعني ايه خلينا زي ما احنا كنا حلوين تمام. بس لو جينا عملنا كده ورحنا هنا subdivision، طيب البتاعة دي لو رحنا عملنا ال edges control A وعملنا رايت كليك وعملنا الحركة بتاعتنا، الحركة بتاعتنا اللي هي unbreak fungus. ايوه اهي مثال عملي unbreak fungus shading، هي اللي عملت. شكرا، ادي البانل بتاعتنا والحفر بتاعنا والدنيا تمام وزي الفل، مفيش عندي فيها مشكلة. اوبس تعالى شايفين ده، ده جاي ليه؟ جاي علشان احنا قلنا لما نعمل في السيمتري ما نسيبش فيسز بالمنظر ده، شيل الدنيا اتظبطت. بس اهم حاجة نبقى مطمنين ان احنا ما عندناش بوينت زيادة. تمام تمام جدا 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 جدا. نروح هنا مثلا ناخد دي دول مع دول كده ورايت كليك اكسترود انر،
وناخد الايدجين دول و ناخدهم لتحت شوية ونخليه على النورمال، مش هيعمل لي حاجة على النورمال، هيرزق. ونعمل كده، شوف بس شكلهم حلو وشكلهم وحش، خليهم باينين كده. حلوين قوي. شيل السبديفيجن سيرفس، سايبه احلى. لو شلنا ده هتقول لي احنا شلنا ده هنلاقي الدنيا باظت. طب شيل السيمتري، كنترول زد، شيل السيمتري بس كده نشوف دنيتنا عاملة ازاي. NB، لا ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، الدنيا تمام اوي زي الفل، مية مية. ممكن بس اللي احنا نعمله ان احنا ناخد عشان يبقى فيه بس شوية تناسق مش اكتر، هناخد دي هي كمان وناخدها لتحت كده، وممكن ان احنا ناخد، ممكن ان احنا ناخد سكيل لجوه ونضغط ده كده ونخلي السكيل زيرو، وافتكر ان دول كمان خدناهم، مش هيقولوا لأ. عملنا كده، افتكر كده احسن كتير. نشربن نشربن، نروح هنا وناخد، ممكن ممكن نعمل شاربن هنا كده لو احنا عملنا كده وعملنا كده، برضو عشان تبقى انت عارف كل حاجة الافكت بتاعها عامل ازاي. خلي بالك لما تبقى عامل حاجة بالمنظر ده وعايز تاخد لوب كات بالعرض، تقف عند الايدج اللي بره متقفش جوه كده، مش هيديها لك. تمام، نقف عند الايدج اللي بره وناخد، وناخد لوب، ومن فوق برضو ناخد. بس الفكرة ان انا بالظبط كده الدنيا كده بقت اظرف. نيجي هنا وناخد دول اكسترود انر، ناخد دول مع دول مع دول مع دول 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 سكريبتس. في ثواني بقت بيرفكت سيركل. المرة دي صغيرة قوي لجوه، وبعدين اكسترود اكسترود لفوق. اكسترود تاني فوق تاني. رايت كليك، لوب كات، اقفل السيمتري، نروح هنا ورايت كليك بلان كات، وناخد البلان كده
دي ناقصة، تمام. بس أنا مش هدلل دي، أنا هعمل رايت كليك وأقوم قايل له كرييت بوينت. راحت فين؟ كرييت بوينت، وهكريت واحدة هنا بس. فكرة بقى ان انا اعمل رايت كليك بريدج واخد دي دي ودي 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 ودي، وهنا هقول له close polygon hole. انا عارف ان فيها سنة عك، بس ثواني هنروح ل المايف وهاخد على الاتش مود من هنا لهنا لهنا لهنا. نيجي على ده رايت كليك بن ونقفل الاتنين دول على بعض. طبعا لسه هناخد سبورت لوب، بس عندي ده كده. ده بقى دول دي طبعا الطبولوجي بتاعها عايز يتظبط، يعني بمعنى اصح عايز اخد البوينت مود ورايت كليك سلايد، و يحصل لها سلايدنج فوق كده. تمام كده الفلو ماشي، افتكر الفلو ماشي مظبوط. فوق دي مش هتبعني لو خدنا اللوب ده، هو هيجي بس هيعذبني شوية على ما يتقل. بس هو اللوب ده كده رايت كليك وهقوم عامل لللوب ده ريسولف. بس هو ما ينفعش يبقى 50 حاجة ماسكة في كده. لو جينا عملنا كده هنلاقي الشيب عندي بالشكل ده كده. تمام نقفل ده، نقفل ده قصدي، ونيجي هنا ناخد الكام شيب دول اكسس وهطلعهم على هنا كده. المفروض اخد معاهم دول بالمرة، وهقوم مطلع دول على هنا كده. ما علينا، هم هيلزقوا في بعض مش مهم. بس انا هاجي اسف سكيل، وامسك السكيل واقوم واخدهم على زيرو.
طب هتسيبهم؟ مش هسيبهم، لان لو سبتهم هتحصل المشكلة اياها. تمام، فانا مش عايز اسيبهم، انا عايز اعمل كنترول اي رايت كليك اوبتمايز وسيلكت البوردر. طبعا سيلكت ايدجز، انا عايز الايدجز. تمام، وبس اقربهم من بعض لغاية ما الاقيهم عملوا سناب. تمام، ممكن حتى اريح دماغي واعمل انيبل سنابنج واعمل فيرتكس سناب. بس عشان تعمل فيرتكس سناب انت بتتحرك على اكس، مظبوط، شيل دول وتعالى على الموف. تمام، وامسك من عند اي فيرتكس. في حاجة مش ده دول كانوا اتنين فيس فوق بعض، دول كانوا اتنين فيس فوق بعض. رايت كليك تاني، لا مش كل اوف بولجن هول بريدج، وعلى الايدجز واخد دي مع دي. هيبقى لي ده، طب ده هحله ازاي؟ حله ببساطة، نروح على البوليجون ونلحمهم في بعض. ممكن النقطة دي يعني نطلع بيها بره سنة، مجرد تحسين بس في ال، او بلاش حركة ان احنا نطلع بيها كده دي عشان ما نخسرش التوبولوجي. ممكن نروح لتوبولوجي على فكرة، اللي هي معناها ايه؟ معناها الفلو بتاع الجسم، او الانسيابية او الخطوط الانسيابية بتاعت المجسم بتاعنا نفسه كده. تمام، طلع عندنا مثلث، هو مش هيعمل هنا حاجة على فكرة، مش مشكلة، اهو الدنيا مظبوطة وتمام مفيش فيها اي مشكلة. نعمل سيمتري هنلاقي الدنيا بالشكل ده كده. نروح للكيوب ده، نقفل subdivision surface، رايت كليك بقى وناخد لوب، ناخد لوب هنا لوب هنا لوب هنا لوب هنا كده، وناخد كمان واحد هنا، مفيش مانع خالص، ناخد واحد هنا. اوبس، بس قبل ما ناخد التاني هنروح لده ونروح لللوب، نروح لللوب ده، سكيل سكيل انا عايزه على العادل بالظبط كده، رايت كليك كمان لوب UL عشان نجيب اللوب سيلكشن. كليك كليك شيفت رايت كليك اكسترود على طول، مش اكسترود انا. بالشكل ده كده، روح للرينج سيلكشن، افتكر ان هي كده اصلا. تمام، بس
انا عايز رينج سيليكشن اسلكت دي كمان عشان تبقى سوليد قوي. رينج تاني يعني مرتين ورا بعض تمام. رينج تاني زي ما احنا شايفين، بصوا رينج بتسلكت المتوازي مش المتتالي هنيجي هنا نفس القصة. دي لو رحنا كده خدنا اللوب سيليكشن ده، نتأكد بس ان السكيل زيرو وان مفيش فروقات، لان كده هو الفرق ده. سناب بقى سناب بس ولا لا؟ ما افتكرش بصراحة ان انا يعني احنا عملنا شغل كتير قوي في البتاعة دي تمام، يمكن اكتر من متوقع بصراحة. يعني مسكنا دي كده، لو خدنا دي مثلا يعني و رايت كليك وقمنا عاملين اكسترود انر، مثلا رايت كليك تاني ونعمل اكسترود لجوه، ممكن نعمل تفصيلة حلوة قوي لو احنا عملنا سكيل. امسك بقى دي شيفت وخليها على زيرو، رينج هتدول رايت كليك لوب ممكن ناخد عشان برضو تشوفوا اللوب ده هيعمل ايه، ناخد لوب هنا كده وناخد لوب هنا كده. ممكن نيجي كمان على فكرة كل ده تمام علشان يبقى عندنا أفكار. ناخد شفتوا الكاب ده الكاب دي يو بي اللي هي سبليت، ناخد الكابة دي كده كنترول اي رايت كليك اكسترود وناخد اكسترود صغير وبعدين اكسترود تاني كبير شوية. انا هقول لكم انا عملته كبير قوي ليه كده تمام، علشان انا بفكر ان انا اعمل كده واقوم اعمله على زيرو، عشان كده انا كنت خدته كبير فانا هطلعه قدام شوية كده تمام. لو جيت بقى افكر اعمل ده كده هلاقي ده بالمنظر، طبعا المفروض ياخد نفس الانحناء، فانا فعلا هعمله نفسها يعني مش هعمل سكيل ولا حاجة، هسيبه كده عشان يبقى واخد نفس التدويرة.
بتاعتهم بالظبط. بس انا هاخده لورا شوية كده، تمام، ورايت كليك عشان نخليه ستيف اكتر من كده. فانا هاخد لوب هنا، لوب هنا، تمام، وممكن كمان لوب تام. يعني انت بتخلي الشكل، شايف بقى مور ديفايند اكتر من الاول. انا تعبت كده كده، اظن قعدنا نحفر ونفحت وطلع عيننا في الموضوع، تمام. بس اتكلمنا كلام كتير جدا جدا جدا، وتعرضنا لمشاكل كتير جدا، وعرفنا ازاي بنحلها. واشوفكم بقى في الكام محاضرة الجايين، حاجات فور فن، حاجات سهلة، تمام، عشان نبدأ بعدهم ان شاء الله من المحاضرة رقم 11، نبدأ في الموشن.